وبعد ما قمنا بتجميع الجهاز نتأكد من صوت المروحة ومن عملها بالشكل الصحيح. سمعانين أصدقائي، الصوت تمام 100% ورجعت المروحة للعمل وانتهينا من مشكلة إيقاف تشغيل الكمبيوتر بشكل مفاجئ. أهلا وسهلا فيكم رفقاتنا لهالفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية. اليوم أصدقائي رح نقوم بتفكيك الدل الإنسبيرون 1564. رح نقوم بالتفكيك، التعرف على القطعة الداخلية وتنظيف مروحة المعالج وتبديل معجونة التبريد. خليكم معنا لنهاية الفيديو. وأكيد يا شباب قبل ما نبلش الفيديو يا ريت تدعمونا بالإعجاب لحتى يزيد انتشاره. عم تشوفونا أول مرة، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد بعالم صيانة اللابتوبات. طبعا في ملاحظة مهمة جدا بالنسبة لتطوير الرامات بهذا اللابتوب، هذا اللابتوب ياخذ رامات نوع DDR3، نعم DDR3 فقط، قابل للتطوير حتى 8 جيجا من الرامات، 4 جيجا ب 4 جيجا.
بعد ما قمنا بتنظيف معجونة التبريد بشكل كامل، وضعنا معجونة تبريد جديدة على المعالج والشباية وكرت الشاشة. كذلك الأمر وضعنا القليل من معجونة التبريد على المبرد لحتى يكون في سماكة جيدة جدا من معجون التبريد. طبعا هلأ رح ننتقل للمروحة العاطلة، تمام؟ للأسف فيها إشكال، رح نقوم بتنظيفها وتزييدها لحتى ترجع تدور بشكل نظامي. طبعا بهالأثناء احنا رح نقوم بتركيب المبرد كما كان. بعد ما انتهينا من تفكيك المروحة بالكامل، شوفوا ما أحلاها صارت، تمام؟ قمنا بتزييتها وتشحيمها لترجع بشكل طبيعي كليا. طبعا هلأ رح نرجع جميع القطع ونطبق الجهاز كما كان. Thank you.
هيك يا شباب بهي الطريقة تعلمنا على طريقة تفكيك لابتو بالدل الانسبيرون الـ 1564، تعلمنا على طريقة تفكيك الكيبورد، طريقة تبديل الرامات، طريقة تبديل الهاردس، كل هاي الأمور شفناها بهذا الفيديو. شكرا لمتابعتكم أصدقائي، وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية.